سوري كلمة في قبل هذا إذا ما شفتوا شو اليوم هنتكلم عن في كل مجال في بعد في ناس فاهمين كويس جلوس معاهم راحة دائما تستفيد منهم من توجيهاتهم ناس جدا فاهمين عارفين بالضبط ايش يعملون في كل مجال في ناس فاهمين وعارفين كمان اداري كويس واداري تميز او فهم محرك فهذا بيكون عارف ايش قبل ما نمشي التفصيل كيف تعرف المعلم؟ المعلم يمكن مجرد ما اقول له كلمه هو كمل لك عارف اشتباه يوصل للحل اللي انت تقول له بالضبط هذه الكلام فبدي ارتاح معاك اللي معايا ارتاح هو يتعب بس اللي معايا يتعب يريد يحلى الناس يريح مش كثير منهم في أي مجال بس لما أنت تروح تتعلم في أي مجال أنت تقدر شغلك وتقدر سواء في سلعة أو في دور مثلا طبيب معلم هذا ممتاز أنا ما أعرف شو المعلم هو شخص عنده إدراك إداري شوف دائما الإداري الميزة إداري كويس الإداري مش كويس لذلك انت خصها على هو مدرك بطبيعة المحيط اللي حولي لازم يسمها صح وما هيقدر يسمها صح إلا أن يكون توفر أمامه كل يوم على المعلومات بشكل مفصل فهذا يجي حجم استيعابه واختصاصه به على المعلومات المحيطة وعلى تدمره وعلى الدقة اللحظة الإدراك هو الميزة الرئيسية في الشخص اللي يكون معاه هو الإدراك هذا عنده الوعي عنده وعي واضح في طريقة هو مش بس عارف المحيط هو فاهم الجانب الفني إذا كان مثلا الجانب الفني تحصل هو ممثل ومخرج يقدر يلعب دور ممثل يقدر يلعب دور إذا كان في الوضع الذي عازف هو مغني اثنين فالاحتمالية هذه تديك إدراك واحد هو يكون الشخص المعلم ايش المزايا؟ المزايا الإدارية قوة الإدراك تمام في جانب الإدارة في الإدراك السعادة تمام يقدر يميز الإشكالات اللي تكون موجودة بشكل عام في ويقدر يلاحظ وين المشكلة ويحددها ويبدأ يبني على أساسها حل فهو بيخطو سقطين على إيقاع المشكلة
يقلص تمام سلوكيات الحقوق تجاه الفن. هو يلاحظ هذا الشيء ويقلص سلوكيات الحقوق تجاه الفن، لأنه الحقوق يؤدي إلى انحناء الفن أو تلاشي الفن. مسالك الفقوق من الإدارة اتجاه الجامعة، وهذه الإدارة بشكل عام ما نعرفها، والميزة الثانية في المعلم اللي هو في الجانب الفني يدرك تماما ويستعد إلى عنده وعي في مرحلة من الوعي أنه يلاحظ تمام النساء هي الضرب لما يقع على الجانب الفني، الجانب الإداري من أصحاب الحل، أصحاب القرار تعتبر نساء، كويس؟ ولما انتقلت من الجانب الإداري للجانب الفني تعتبر أخوه، كويس؟ فهو عنده إدراك وعنده وعي. هل ممكن يكون شخص يكون إداري عنده إدراك عميق ويعرف وين المشكلة ممكن تكون في الحقوق؟ يكون حد يعرف السؤال عن شغال مش يسأل في مشكلة. ممكن يكون إداري بس هو يلاحظ الجانب الإداري، بس الفني ممكن يكون ممتاز جدا في إنه يلاحظ جانب الإنسان. خلاص؟ لكن المعلم هو اللي نحسه تمام؟ وعنده تصور واضح عن فرق الجهل. ليش هو الجهل؟ كل يتغرب بالجهل ويتهم بالجهل. ايش حقيقة الجهل؟ هذا المعلم هو الشخص، وهذا المعلم هذا كله صناعته. مش بس اشتغل فيها، مش بس استهزئ فيها، مش بس تغيب فيها، لا يدرس. صنع تمام؟ ادرس ما يقول لك شغل، ما يقول لك هذا، لكن يديك نصيحة كويس؟ في الغالب تكون مجانية، في الغالب تكون مجانية، هذا الشيء هو الفرصة لما تيجي مثلا نقول إذا بحاجة تصرف الحوض تجاه الفني صورته الموقع تيجي لاحظ سببه انه هو يتقن الجانب الفني. إساءة هي اتهام بالتخلف. لما الفني يتهم الإداري ويسيء بالتخلف هو عنده مشكلة في الإدارة. لما الإداري صدق وصدق الحقوق تجاه الفن، تجاه الفن، في ضمن الجهل، هذا التصور ايش يسموه؟ سببه بس سببه ما هو للأسف صعب الفن هو المدرك. غالبية الإنسان الفنان هو إنسان مشغول في مهنته، ما بيتحرك من كرسي اللي هو جالس فيه، ما بيتحرك من المنطقة اللي هو جالس فيها، هو شبه منعزل عن الواقع.
المعنى الإدراك. بالنسبة للإداري هو منغمس واقع متفرع الآن، المعنى وبعد الإدراك تمام في تحليل الجدل الصينة هو يدور السيارة كيف يسوق، وش نوعها وش طوازها كيف يعني كيف تصنع وش الحرارة وش منين. ثاني معنى الوعي كويس ايش يتكلم، ممكن من احيانا المخابرات اللي صدر هذه الانتظار الوعي اللي يجمع الاثنين Thank you.